وده احنا بنحيي النشامه من جديد، وافضل احييهم من اول الحلقه لاخر الحلقه. نرجع للبطوله الافريقيه. الاول قول لي رايك في فرق زي غينيا الاستوائيه وغينيا والراس الاخضر ومالي. انا عجبني مالي والراس الاخضر، وكنت زعلان عليهم ان هم خرجوا. انا زعلت عليهم قوي. الراس الاخضر كنت يعني كنت حاسس ان هم ممكن يوصلوا النهائي بشكل كبير. والله والله فرقه كويسه جدا 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 جدا، وعلى المستوى التكتيكي وعلى المستوى الروح وعلى المستوى الفردي، يعني الثلاثه. الكره في افريقيا هتتغير من وجهه نظرك، ولا احنا كل بطوله بنقول كده؟ يعني لا، اتغيرت خلاص. اتغيرت خلاص والله. والله واحنا نايمين على ودنا. اللعيبه الصغيره بتطلع تحتفل بره. صح. كان زمان كنت انت بتلعب على ايه؟ ان اللعيب الافريقي فايته كتير. ايوه، هو عنده القوه والسرعه بس. نعم. لكن النواحي التكتيكيه هو غير مؤهل. صحيح. الوقت اتغير، وهم فاتحين باب الاحتراف بشكل كبير جدا من زمان. 12 سنه بالسلامه. وانت شايف فرق منتخبات 30 لاعب محترف في المعسكر. فانت خلاص خدوا الثقافه وخدوا النواحي التكتيكيه، وعندهم بقى عندهم نوع من الذكاء التكتيكي. فمع القوه والسرعه لا هيبقى فيها. هو انا ممكن اقلق الاول؟ خليني اسالك على السيمي فاينال نيجيريا وجنوب افريقيا. و نيجيريا هتكسب. نيجيريا هتكسب. والكونغو وكوت ديفوار. كوت ديفوار من يعني في فرق ساعات، خلي بالك التوفيق بيبقى. صح. طبعا التوفيق ده مهم. نعم. جدا في الكوره. نعم. هم موفقين. هم جابوا القلب لجمهورهم. بس مشيت. ماشي يعني انت الفاينل وجهه نظرك نيجيريا وكوت ديفوار. شكلك رايح لنيجيريا. بتقدم كره حلوه. البطوله رايحه لنيجيريا من وجهه نظرك؟ من وجهه نظري كده.